تخلت بريطانيا عن تقديم مساهمات إضافية للاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنهما من حاجة ملحة لدفع مبلغ 2.1 مليار يورو كمساهمة إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وأنه متمسك بعدم دفع هذا المبلغ بحلول الموعد النهائي المحدد في الأول من ديسمبر. وقال كاميرون أمام مجلس العمومي إن الأمر لا يتعلق فقط بالمبلغ المطلوب ولكن بالموعد الزمني المحدد أيضا، موضحا أن المفوضيات الأوروبية أقرت بأنها لا تحتاج بالفعل لهذا المال، لذا فما من حاجة ملحة لدفع هذه الأموال. وكان الاتحاد قد طالب بريطانيا بدفع مبلغ 2.1 مليار يورو كمساهمة إضافية في الميزانية الأوروبية بعد أن كشفت بيانات بريطانية رسمية تحسن اقتصاد البلاد. وفي أول رد فعل على قرار كاميرون، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والميزانية جيسيك دومينيك إنه فوجئ بقرار كاميرون إزاء دفع المبلغ المطلوب، حيث لم تكن هناك أي إشارة من الإدارة البريطانية بأن لديها مشكلة مع المبلغ المطلوب. وقال دومينيك إن الاتحاد لن يغير قوانينه ليتيح للندن مزيدا من الوقت للدفع، وحذر لندن من احتمال فرض الاتحاد غرامات مالية على بريطانيا إذا لم تسدد لندن المبلغ المطلوب بحلول الموعد النهائي في ديسمبر المقبل. ويكشف هذا الخلاف الأخير والطريقة التي تناولته بها وسائل الإعلام البريطانية عن سنوات من انعدام ثقة البريطانيين في الاتحاد، فيما يتعهد كاميرون بإجراء استفتاء على استمرار بلاده في عضوية التكتل الأوروبي في عام 2017 إذا أعيد انتخابه العام المقبل. محمد الجبالي، رويترز.